أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. اليوم سوف نذهب إلى دراسة قراءة تحليل ظاهرة نعتبرها دائما غريبة عن مجتمعنا الأردني، بائعات الهوى. هل هي حالة فردية أم جريمة منظمة؟ هل كنا كذلك في السابق؟ أنا على قناعة أن قصة بائعات الهوى موجودة في كل المجتمعات وعبر كل الأزمان ومنذ أعماق التاريخ، لكن الخطر وربما الخلل وربما ما يعرف بخدش المنظومة القيم يبدأ حينما تتطور الظاهرة أو تتغير طبيعتها أو تصبح منتشرة أو أن تصبح جهارا نهارا أو يتم الحديث عنها أو تصبح مسكوت عنها من قبل الأجهزة. أسئلة كثيرة تدور حول هذه الظاهرة، ربما نبهنا إليها تقرير لزميلنا حمزة دعنا في جريدة الغد، جعلنا ننتبه وربما البعض اعترض، قال لماذا تتحدثون عن مثل هذه الظاهرة، إنه ترويج. لا، ليس ترويج ولن يكون ترويجا، إنه وضع اليد على الجرح ووضع الحروف أو النقاط على الحروف بالشكل الصحيح حتى نفهم الظاهرة كيف تتطور وأسبابها، وبالتالي نذهب إلى ما يمكن أن يمنع تطورها واستمرارها وتضخمها. اليوم نبحث هذه الظاهرة، بائعات الهوى، حالات فردية أم جريمة منظمة، ونستضيف لذلك ضيفين كريمين علينا. الدكتور زياد الحجاج، أستاذ علم الاجتماع والجريمة في الجامعة الأردنية، أهلا وسهلا بك دكتور زياد. كما أرحب بزميلنا الاستقصائي الذكي حمزة دعنا الصحفي في الزميل الغد، أهلا وسهلا حمزة. بعد إذن الدكتور زياد بتبدأ مع حمزة. تفضل سيدي. حمزة، أنت يعني قمت بتقرير جريء، وباعتقادي أنا متأكد أنك تعرضت فيه لأسئلة كثيرة بعده، تحديدا بعد أن نشر. البعض وافق، البعض ربما يعني انتقد لماذا يأتي التقرير. نعم. لكن ما الذي دفعك بأن تذهب بهذا الاتجاه؟ هل شعرت أن ثم الظاهرة تهدد المجتمع الأردني؟ ما الذي جعلك تبحث في هذه النقاط التي ربما يعتبرها البعض يعني حمراء؟ نعم، في البداية نشكركم على طرح هكذا مواضيع في قناة اليرموك حول موضوع انتشار بائعات الهوى. سيدي العزيز، أنا بدعو أي شخص موجود في عمان أن يتجول في سيارته بعد الساعة 12 بالليل ويشوف انتشار بائعات الهوى. نعم، هاي أول نقطة. يعني إحنا بنمشي في السيارة بنشوف بائعات الهوى منتشرات وبساوموا وبيحكوا كل جرأة. أها. فش يعني بتنحبس بتعود بتطلع، ما في أي رادع حقيقي يقوم بكبح جماح بائعات الهوى. يعني إلى ذلك كمان بضيف ارتفاع عدد الشكاوى التي أتت إلى صحيفة الغد. يعني يحكم معنا الناس، يحكونا يا جماعة روحوا شوفوا بمنطقة أبو نصير في بيت بصر إيش، في بمنطقة جبيها. هلا أنا بصراحة حاولت إني أوصل للرأس مشغلة بائعات الهوى في عمان، بحثت أسبوع أسبوعين لما وصلت لها. يعني البعض يعتقد أنه هنالك صعوبة في الوصول لمثل هكذا مواضيع، لا، اللي بده الإشي يعني بيقدر يوصله بكل سهولة. فوصلت لمشغلة بائعات الهوى في عمان وأجريت معها مقابلة مصورة تحدثت فيها عن جميع نقاط الخلل الموجودة في المجتمع، بالإضافة إلى انتشار بائعات الهوى في عمان، بالإضافة إلى البيوت، المناطق، الدخل اليومي، احتجاز بائعات الهوى، الشخصيات العامة التي تأتي إليهم. إذن وصلت لأشياء كثيرة، خليها على التفصيلات هاي. نعم. راح نتحدث فيها على التفصيلات دكتور زياد. باعتقادي أن قصة بائعات الهوى ليست قصة جديدة، موجودة في كل المجتمعات وربما على مر العصور تتطور ربما بعوامل. يعني كيف تقرأ الظاهرة في المجتمع الأردني وأنت يعني أستاذ علم الجريمة؟ تفضل يا سيدي. أشكركم على طرح هذا الموضوع، يعني بهالجرأة وبهالطريقة أنه تحكي عن جريمة الكل يخجل من الحديث فيها حقيقة. نعم صحيح. بداية لما نحكي عن المجتمعات وتاريخ الجريمة بشكل عام، طبعا لما نحكي عن بائعات الهوى أو الدعارة هي نوع من أنواع الجرائم. الجريمة في كل المجتمعات موجود جريمة، لا يوجد مجتمع مثالي عبر التاريخ ولغاية الآن. الآن الجريمة تطور، يعني أصبح فيها تطور وأصبح فيها تعدد الأشكال وأصبح فيها تفنن وأصبح في عندنا جريمة تقليدية وجريمة مستحدثة. موضوع الدعارة هو قد يكون موجود في كافة المجتمعات زي ما ذكرت، ولكن ليس بالطريقة اللي ممكن تؤثر على المجتمع. لأن قد تكون حالات فردية وحالات نادرة، ويعني فيها خجل من تطرح على الساحة بكافة الجوانب. الآن لما نحكي عن المرحلة اللي ذكرها بالتقرير زميلنا وأخونا واللي قام بإجراء مقابلة واللي أنه بيحكي بعض المناطق فيها بيعات هوى،
هلا بتيجي على الظاهرة الدعارة بشكل عام أو بائعات الهوى أو البغاء، سمي ما شئت من مصطلحات، هو حقيقة لها أسباب. لما تيجي على المجتمع الأردني، المجتمع الأردني الآن يمر بظروف اقتصادية صعبة، بالإضافة أنه في خليط من الهجرات اللي بتيجي وعدد السكان يتزايد بطريقة حقيقة يعني مضطربة وغير منظمة، وتأتي من لاجئين إن كان من دول مجاورة أو من دول أخرى أو من خلال العمالة الوافدة أيضا. فكل هذه المعطيات بتسوي عندك تركيبة سكانية مش متجانسة، بالإضافة للظرف الاقتصادي الصعب، فلما تجمع الثنتين مع بعض، وبالإضافة كمان هناك الظرف الثالث أنه هي المنطقة الوحيدة الآمنة في المنطقة. يعني إذا تيجي على العالم العربي أو بلاد الشام أو المحيط كلها فيها مشاكل وأصبحت مقصد سياحي، فعندك أكثر من سبب يدعو إلى انتشار هذه الظاهرة وروجان هذه. سنحللها سببا سببا، يعني سأعود لك حمزة، يعني إذا الشباب بيعرضوا لنا شيء من تقرير حمزة. حمزة يعني كما أشار الدكتور قد تكون ظاهرة يعني لها أسبابها قطعا. نشوف التقرير، بس نشوف التقرير صوت الصورة في تقرير. يلا يا أخويا. يعني وسيله للبيع، انا اللي بتيجي عندي البنت وانا اللي بحضر المكان وبحضر الكاستر. انا بدي على كل بني ادم بيدخل عندك مثلا تعطيني 5 دنانير او 10. الدافع هو اكيد مات. مرحبا. ايوه اهلين، هلا، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ الحمد لله منيحه. كيف وش شلت لك؟ قلتي لي ب 75. لا قلت لك 100، ما 75. فانا اليوم حابب اجي اي ساعه؟ انت براحتك، انا اليوم ما عندي شيء. ريتا، وهو لقب مستعار لبائعة هوى، تبيع جسدها لرجل أو رجلين في اليوم، وتقول إنها تختارهم بعناية وتحرص على أن يكونوا من الأثرياء لأنهم سيصبحون زبائن. يعني أعود لك حمزة، التقرير ما شاء الله عنك، يعني كائن في هناك جراءة فيه، وأنا باعتقاد أنه بجوز بيتفق معي الدكتور زياد، في احترافية حتى الآن ظهرت في التقرير، مع أنها مناطق يعني صعبة، الجرائم في نوع الغامض. واجهت صعوبات؟ كانت في عقوبات واجهتك؟ نعم. خلال عملك في الاستقصاء الصحفي؟ نعم. قبل الإجابة عن السؤال، تحدث الدكتور عن وجود بائعات الهوى بحالات فردية. أنا يعني أعترض على هذا الموضوع، لأن وجود الدعارة ليست بحالات فردية بل هي منظمة، وهنالك عصابات تدير تلك البيوت الدعارة. إن كانت فردية كانت قبل 20 سنة أو 10 سنوات كانت فردية، الواحد تروح وما حدا يعرف عنها. أما الآن نحن في أكثر، هاي المشغلة بائعات الهوى عندها أكثر من 10 بيوت تديرهم. 10 بيوت، كل بيت موجود فتاتين، هاي بالطبع يعني مش فردية، هاي منظمة. أعود لسؤالك للصعوبات أو العوائق. شفت اللي مشغلة غيرها أستاذ حمزة؟ نعم، هاي تعتبر كبيرة مشغلات، كبيرة المشغلات، يعني تحت إيدها بكون أكثر من واحدة، بس هي يعني البوس بالنسبة لهم. حول الإجابة عن السؤال، العائق هو أكيد الوصول إلى يعني كبيرة مشغلات بيعات الهوى، كان يعني عائق أمامي، يعني آلية الوصول إلها، التخوف على المصادر. أنا أكيد بدي أخاف على مصدري عشان أبثه. صحيح. تاني نقطة إقناعها، يعني مش بسهولة إنك تقنع واحدة مشغلة بائعات الهوى موجودة في عمان إنها تحكي بكل جراءة عن طبيعة شغلها. نعم صحيح. أنت بتجيب أي واحد شخصية عمي بخاف يحكي عن شغله، فما بالك مشغلة بائعات الهوى تحكي عن طبيعة شغلها. أكيد واجهت صعوبة في هذا الموضوع. نعم. هل بدأنا نشهد دكتور زياد تحول في قصة
الدعارة أو بائعات الهوى من العمل الفردي كما أشرت إلى العمل المنظم، يعني إشارات أمارات، يعني أنا بديش إياك تختلف أنت وحمزة، لكن يعني هل بدأنا نشهد تحول؟ سيدي أنا اعتبره بحث يعني محكم هذا. إحنا ما اختلفنا ولا راح نختلف بالرأي. أنا حكيت كانت سابقا حالات فردية، هو جزء فهمني غلط أو أنا بحكي الآن هي أصبحت ظاهرة وفيها جانب من التنظيم. لكن سابقا لأنه كانت يعني حكينا في كافة المجتمعات في هذه الحالات، ولكن قد تكون فردية لذلك ما بتظهر وما بتأثر على المجتمع. أنا هذا اللي حكيته بالتحديد. الآن أصبحت فيها نوع من التنظيم، فيها نوع من الشبكة من الدعارة، وفيها نوع من الجرم اللي بيعتبر التجار بالبشر. يعني أنت استغل ظروف الآخرين، يعني لما يحكي عن مشغلة وهاي المشغلة عندها مجموعة أخرى من المشغلات، وهذول يستغلوا ظروف الناس الاقتصادية، ظروفهم اللي قد يكونوا مشردين ما عندهم بيوت، ما عندهم كذا، فاستغلال ظروف الآخرين. فهذا هو التنظيم وهو موجود، يعني وقد يكون موجود بطريقة سابقة قبل 20 سنة أو قبل فترات طويلة، لكن كانت بطريقة عشوائية وليس منظمة. كان في ناس بشغل لكن بشغلات بسيطة جدا. حتى الدراسات العلمية بهذا الجانب تجد صعوبة فيها، لأنه ما تجد العينة البحث اللي بدك تجد عليها الدراسة. صعب تجدها، لأنه كعلماء اجتماع في الأردن ما درسوا الظاهرة. ممكن يستفيد من بحث حمزة، يعني هو بحث حمزة هو حقيقة تحقيق صحفي، ممكن يسدل منه على بعض النتائج، لكن لا يعمم حقيقة. لكن الظروف والمعطيات اللي ذكرتك إياها الآن تؤدي إلى نتائج مثل هذا الشكل من انحرافات، إن كانت انحرافات جميل. دكتور زياد في وحدة يعني ملاحظاته بجوز بديش يكون كمان فهمته غلط. أنا من يمارسنا هذا العمل؟ يعني إحنا كنا زمان نحكي المجتمع الأردني مجتمع عائلة صغير، يعني إذا واحد بتوقف على الناصية احتمال أبصر قديش بالمية يمر بالسيارة بن عمها، يعني واضح مجتمع مغلق عائلاتي. هل يعمل الأردنيات بهذه المهنة؟ أنا يعني بصراحة يعني مش اللي حابب شفته. أنا مش حابب أخوض يعني. لا أخوض. شوف. تفضل خليني أحكي لك. تفضل. هاي أنا بدي أحكي عن اللي سويت معها مقابل مشغلة بعت لها كبيرة مشغلات بعت لها ترفض عمل غير أردنية معها. أبداً. ما بدها غير ليش أردنية. ليش حجتها هنا؟ هلا حجتها انه ما يعني اعتقد انه بدها بنت البلد تشتغل معاها، بدهاش حدا لنفرض من اي منطقه مجاوره لل اكيد مش حفاظ على الدولار يعني، بس يعني هي بجوز انه اكثر امنا يعني من ناحيه امنيه. ممكن تكون اكثر. معظم العاملات معها اردنيات هكذا. جميع العاملات هي ما بتشغل غير اردنيه معها. يعني تفضل دكتور زياد، شو بتقرا؟ هل بدانا هل بدات بناتنا بنات تغير المجتمع، اختلف، لم يعد مجتمع عائلاتي يعني قرابي؟ معلش يعني هو حقيقة نقرأها بهذا الجانب الاجتماعي. سنقرأها بهذا الجانب. المجتمع الأردني، لما تحكي عن المجتمع الأردني، المجتمع الأردني قبل لا يصبح مجتمع خليط بالوقت الراهن، يعني الآن في عندنا نوع من القيم اللي تمسك فيها المجتمع. صحيح. فمش معقول يكون نحكي أنه والله الآن العشائرية رفضناها، القبلية رفضناها، القيم والعادات والأخلاق والإسلامية كلها مرفوضة. لا، هي حقيقة موجودة. وما ذكر عن هذول لسه أنا بدي أصر لك أنه قضايا فردية، لا زالت بنتنا ولا زالت يعني تمتاز وتتمسك بالقيم العشائرية، وبتخاف زي ما ذكرت من أخوها، من ابن عمها، بتركب بالسيارة أو ما شابه ذلك. فلا يعقل أنها تكون أردنية وتعمل في مثل هذا عمل، لأنه بالنتيجة ممكن يصادفها قرابة إلها، جارها، كذا. إلا إذا كانت عهوامش المجتمع هيك. هلا فنفسر اللي الظاهرة. شوف لما تحكي عن المجتمع الأردني بالأصل هو مجتمع عشائري حقيقة. والآن صار فيه هجرات إضافية. هاي الهجرات الإضافية اللي جت من مناطق ثانية وجت بأفواج كبيرة أثرت على النسيج الاجتماعي. أثرت على بعض القيم الاجتماعية. حلو. عم نشوف وين. نعم. الآن هاي الفكرة إنه هي المشغلة إذا حكت له حكي فهو كلامها لا يؤخذ به إنه صحيح. إنها ما بتشغل إلا أردنية. يعني هل هي وطنية لدرجة إنه ما بتشغل إلا أردنية؟ لا أنا ما حكيتش إنها بدها تحافظ على الدولار. لا. هي ما راح تحافظ. أمنياً. ولا حتى سيدي امنيا، لانه اذا وصلت القضيه للمحكمه ما بتعترف انه هاي انه اردنيه او من اي جنسيه اخرى. هي مرتكب بتعاقبها على جريمتها وليس على جنسيتها. لم اقصد ذلك دكتور زياد. اقصد انه حينما تستاجر الشقه الفتاه تكون من البلد، العيون تكون اقل رقابه عليها، على 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 خلاف اذا كانت من جنسيه مثلا مغربيه. لا سيدي، هسه هاي المشغله ما بتشتغل بالطريقه. تشتغل الان
زي ما ذكر التقرير انه مثلا في بيوت معينه بيأجرها صاحبها وهو عارف انه الاشخاص اللي جايين هم هذول يعني مشان يمارسوا الرذيله. خلينا نشوف حمزه اذا كمان في جزء من التقرير بعد اذنكم شباب تتحدث فيه المشغله عن تفصيلات زي هيك تورجوني اياها. حمزه انت سمعت المشغله بس نعم احنا بدناش نحمى انه يعني انها احنا بدناش ندافع يعني قطعا بتكون على هوامش المجتمع وليست بس ايش انت شايف. هلا احنا ممكن نخرج من نطاق انه هاي البنت وهاي البنت اللي بتروح وبتيجي. انا يعني من خلال يعني خوض في هذا الخوض في هذا الموضوع وجدت انه الرجال نفسهم هم اللي بيشغلوا النساء يعني كيف فهمنا يعني؟ يعني زوج بتجوز موجود في التقرير طبعا بتجوز وحده هاي بتكون للبيت وللاكل والطبخ والابصر ايش الزوج الثاني تكون لبائعة هوا يعني بوديها للمشغل بائعة هوا بيحكي لها شغليها فهي البنت هاي بتنصدم وين انا كنت انا مفكر حالي بجبرها فهي ما بتقدر لا تحكي لأهلها لا لا مجتمع ولا يعني بتغيب 3 ساعات 4 ساعات تحكي لأهلها إني أنا بشتغل بروح باجي ما حدا بيعرف غير جوزها. التقيت مع مثل هؤلاء حمزة؟ نعم. هلا بتكون هاي البنت بتكون حريصة إنه ما يجي أي زبون عندهم. وصلت العقلية الصورة العامة بتكون المشغلة بتجيبها بتكون منتقيت لها زبائن معينين بيجوا عندها مش اي واحد والله بدي اجي عند هاي البنت بيخلوها تيجي لا لا بكون في اشخاص معينين لهدول الفتيات. هلا انا هذا الموضوع اللي حبيت اتطرق له انه نفس الرجال بيخلوا نسوانهم يشتغلوا في بعض الرجال طبعا احنا ما بدنا نعمم طبعا لا فيش اسمه تعميم لا سمح الله يعني نعم في يعني بعض الرجال ضعاف النفوس حتى كلمه ظاهره بجزء انا متحفظ عليها يعني لم نصل الى هذه المرحله يعني مؤشرات بدايات صح اللي هو احنا الان لما نحكي عن الظاهره بدها تكون في عندك ما يثبت الظاهره نعم هذا ما اشرت قد يكون مشكله انا ممكن اسميها مشكله ولها مبرراتها حقيقه اللي هي الظروف الاقتصاديه راح نحكي عن الظروف الاقتصاديه اللي حكى يعني انه يعني بالتقرير ايضا واللي اكد عليه الان انه انت في يعني زوجها يعني جبرها على ذلك معناته في هناك استغلال الظروف اللي حكينا في بدايه وفي بعد مادي اجبر الزوج هو شوف برضو هاي قضية بعد المادي يعني لن يكون مبرر يعني أنا ما حكيش مبرر واقع هو واقع ولكنه هو لا ليس مبرر احنا مبرر يعني طيب نشوف جزء من التقرير مرة أخرى بعد ذلك نعود للدكتور زياد مرة تأكل عندها وبيجيها شخصيات كبيرة من الدولة بس أهم إشي هم لما بهم يجوا بيهمهم كتير إنه ما حدا يشوفهم ما بدي حدا يشوفهم ما بيجيب للبنت بسيارة خاصة هو بيبعتها هي والمدام تبعيتها لعنده يا إنه بده تفضيله البيت كله وتعمل له أكل هو بده إياها أو قاعدة هو بده إياها والمشروب اللي بده إياه وهيك وبيجي بقعد أي وقت بده إياه بنروح 3 4 5 ويجي الصبح هو حر يا أخي من نفس المكتب من نفس المكتب ماشي بيجي أنا عارف إنكم تشتغلوا بدي هاي تعاولي قومي هيك طبعا ببلاش انا ما بديش كامل بس مش عارف ايش ريان بحمل جميل لانه هو تاركك بحالك ماشي ويلا انت حاسب البنت وفي احصائية حصلنا عليها من منتدية الامن نعم حمزة توضح لنا انا في شغلات ما فهمتهاش شخصيات كبيرة فهمتك شو الشخصيات الكبيرة هاي بالتأكيد يعني حكت عن حجمها ولا يعني خنصرت اشي انت بصراحة هلا انا راح احكي بصراحة احكي بس قبل ما احكي بصراحة بدنا اوضح انه انا هون مش بصدد تبرير اي فعل لا طبعا من هدول الاشخاص انا مهمتي صحفي بدي اظهر الحقيقة ظاهرة موجودة زي ما حكينا هاي الظاهرة وليست مشكلة لانه في كل شوارع عمان موجودة تعتبر ظاهرة هلا اذا بدنا نحكي من عن هاي الامرأة عن الشخصيات العامة كانت تحكي انه في احدى مشغلات بعت الهواء اللي بيشتغلوا تحت اذا كان يجيهم شخصيات عامة من الدولة بشروط معينة انهم يفضوا البيت وهاي القصص الشخصيات العامة من الدولة يعني قريبة جدا من محيطنا الداخلي يعني احنا اكيد كنا بنعرفها ومش عارف والله بصراحة شو طبيعة الشخصيات العامة كم الثمن كم هذا كمان طرقت لنقطة مهمة إلى شرطة الأداب إنهم بيجوها على بيعرفوا يعني أماكنهم بوصلوا لهم على البيت بيحكوا لهم أنا بدي أسوي شغلة أو بدون أجر فأنا هاي النقطة في ضعاف النفوس لا شك إنه في ضعاف النفوس أي جهة موجودة في المملكة شخصيات العامة أسماءها عندك ليش نحكي عنها ولا بدك تحكي لنا يا بين وبين بس في ذكرت أسماء في بعض الأسماء لامعة طبعا هي لامعة زي ما حكينا بالمحيط الداخلي بالمحيط الداخلي غمصتني هيك طيب طبعا يعني حاجات للجميع قد تكون احيانا دكتور زياد الظرف الاقتصادي
يعني أنا بدي أفهم الظرف الاقتصادي قطعا، أنا مؤمن إيمان قاطع أن الظرف الاقتصادي يولد الجريمة بشكل عام، ومن جزء منها يعني الدعارة كوسيلة للاعتياش وليس للمتعة، يعني أنا متأكد. هل بلغنا من الظرف الاقتصادي أن نبدأ نشهد تطور في الجريمة وتحديدا تحت عنوان بائعات الهوى؟ نعم حقيقة، يعني أنا أؤكد لك على أنه التركيبة السكانية في المجتمع الأردني وفي الآونة الأخيرة بالتحديد بدأت سنبحثها بالتفصيل هذا. بدأت تظهر عليها نوع من التشاركية من كافة الجنسيات، هذه أيضا توفر عدم توفر فرص عمل، توفر فقر، بطالة، الآن حاجة أنت أي ارتفاع أسعار، ارتفاع أسعار، ارتفاع أسعار طبعا يتابعه أصلا الفقر، لما تحكي على الفقر هو نتيجة ارتفاع الأسعار. نعم صحيح، الآن كوني حكيت فقر غطيت لك إياه بارتفاع الأسعار، فهي الحياة حاجات الحياة بدها واحد يكملها. فأنت منين ممكن أما تنحرف تكون سراق، أو ممكن تصير ترتكب يعني تتجه لبيع، تصبح يعني جنايات الدعارة أو استخدام الفتيات استغلالهم من أجل انه شغل زي ما حكوا انه نشتغل راح تشتغل او بتزوج واحده ثانيه وبشغلها شغلتها. هاي كلها اسباب، يعني السبب الاقتصادي سبب رئيسي في الانحراف. قد يكون الشخص بالاصل هو انسان يعني سوي جدا، لكن الظروف الاقتصاديه جبرته الى ذلك، لانه عليه متطلبات حياه، عليه متطلبات كذا، بس هذا بالنتيجه هو غير يعني مش مبرر. نعم. واذا كان يربطه قيم عشائريه وعائليه واسريه وأخلاقية ودينية، حقيقة سيمتنع حتى لو ليس كل الفقراء يفعلون ذلك. نعم يعني هي ظاهر يعني عدد لا يذكر، هي تساهم يعني ويتم أحد استغلال العوامل أحد العوامل، ويتم استغلال بعض الفتيات من أجل الحصول على طيب على يعني الطريق. رح أرجع للدكتور زياد على قصة التدفق السكاني، اللاجئين نحكي بصراحة. جاءتنا لاجئين من شتى الجذور والسيقان، يعني المجتمعية والعادات والتقاليد والقيم من سوريا، من العراق، من المغرب، يعني هذا الخليط. باعتقادي انه في دراستك لاحظت شيء تطورت يعني طبيعه يعني كيف هذا العامل في دراستك، كيف شفته؟ نرجع لدكتور زياد ونحط له اطار نظري. هلا الان تدفق اللاجئين على المملكه وتزايد اعداد سكان المملكه في هذا الجانب اثر بالطبع على طبيعه عمل بائعات الهوى، لانهم اجبروهم على التراجع او انقاص من الثمن. دخل منافسات، يعني منافسات بقوة بعدين. أنت تحكي عن الثمن يا أستاذ. طيب طبيعة العمل يعني صار هناك أكثر جراءة، يعني شو فقط قصة الثمن؟ هو في جراءة بالتأكيد، يعني واحدة تجردت من الأخلاق وتجردت من العادات والتقاليد والدين أكيد جرأة. طيب أنت يعني بجوز يعني هذه المشغلة لاحظت أنه بيشتغلوا عندها أردنيات، لكن بائعات الهوى من الجنسيات الأخرى بالعكس هو الملاحظ، يعني احنا بنسمع انه ملاحظ موجودات في المكان الفلاني والمكان الفلاني، واضح من اللهجه وتوصلنا اتصالات احنا كاعلاميين عن هؤلاء، وبنشعر انه هم الكم الاكبر، يعني حتى تاريخيا هم الكم الاكبر. لاحظت ذلك في تقريرك؟ نعم. ولو وقعت مع مشغله كلها بنات من بنات صدقا التدفق. خلينا نحكي عن السوريات مثلا في المحافظات، يعني في عمان مش هالاعداد الكبيره، او اذا كانوا موجودين في عمان لهم مناطق معينه، يعني مش بالشوارع، اما في المحافظات خلال الدراسه التي اجريتها كانوا موجودين في المحافظات مثل اربد، المفرق، هذول المحافظات البعيد شوي عن عن عمان موجودين بكثره. في عمان اعتقد انه مش بهالكثره في الشوارع. في جميع انا يعني بدعو اي شخص واعي انه يمسك سيارته ويطلع بعد الساعه 12 بالليل ويشوف اذا انا شاف واحده غير اردنيه بدي اعطيني بنت اياها. نعم. ما في غير اردنيات في عمان. روح وشوف، انا مش يعني بدي اشوه صوره الاردنيه، لا احنا بدنا برامج توعويه لهدول المجتمع. يعني يمكن الوازع الديني، نقص الوازع الديني، الظروف الاقتصاديه، الفقر، البطاله، تراجع القدرات الشرائيه ادت الى اجبار هدول البنات يشتغلوا في هذا المجال. المخرج بيقول لي كل يوم بشوفهم بشمسني، يخلف عليك. دكتور زياد، باعتقادي انه هذا التدفق الكبير، بنحكي عن مجتمع آخر جهنا بتنويعاته وبتفصيلاته، أثر في منظومتنا القيمية، وكان يعرف عن بعض المجتمعات إنه هذه المهنة أصبحت منظمة حتى، يعني نعترف إنه يعني كان يشار لها بالبنان في تلك الدول. هل انتقلت هنا بأدواتها وأشخاصها وقادتها، يعني أثرت في هذه الظاهرة؟ أنا باعتقاد إنه زي ما انتقل الحداد والكذا انتقلت المهنة، كيف تراها من هذا الجانب؟ بالعكس، يعني هو انتقلت وانتقلت بي 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 وانتشرت بطريقة أوسع. المجتمع الأردني بالأصل هو مجتمع محافظ، ومعروف عنه إنه مجتمع محافظ، يعني هو مجتمع صغير يعني نعرف بعض، يعني بالعامية بنعرف بعض بالمجتمع الأردني. فالهجرات القصرية اللي أصابته من التسعين لغاية الآن
الهجرات إن كانت يعني من العراق أو من كانت من اللي رجعوا من الكويت واللي رجعوا من كذا بظروف مختلفة. نعم. والآن تعرض لهجرات من سوريا ومن العراق ومن لبنان ومن المغرب ومن كل الدول تقريبا بيجينا ناس، بالإضافة لوجود زي ما قلت لك الخادمات بكافة الدول أيضا، هاي لها دور. نعم. فهاي ثقافتهم الجديدة بأفكارهم الجديدة بمعطياتهم، هلا مش معقول يجون ناس من جايين حجاج عندنا حقيقه. نعم. هم مجتمع متكامل. نعم صحيح. وبالعكس المجتمع الان اصبح ظروفه صعبه كمان، لما يجيك ناس صحيح. لاجئين هم ظروفهم صعبه. ما في عندهم موارد اقتصاديه صحيح. الا يجيهم دعم ويجيهم معونات، فانت الان بدك تسد حاجاتك، فمن بدك تبحث عن عمل، ما تجد عمل راح تبحث عن اي وسيله اخرى، فهاي الوسائل اللي تكون متاحه عند ضعاف النفوس ستؤدي بالنتيجه انه انت تنحرف. نعم. اما تتجه للسرقة، للارهاب، للقتل، للاغتصاب، لهتك العرض، للدعارة وما شابه ذلك، سيؤدي ذلك الى الانحراف والجريمة. انت كنت ساكن بمجتمعك امن برعاية يعني حتى هو يغير منظومة القيم، يجرئ لا شك هو يحمل معه عاداته، يحمل معه قيم جديدة وعادات جديدة وتقاليد جديدة وثقافة جديدة. اضف الى ذلك هو يعني يصبح لديه ثقافة جديدة قسرية. نعم. ثقافة يعني تجبر عليه انه انت الان تروح المخيم. نعم. مخيم مثلا الزعتري، خلينا نجيب مثال. الان هو ما كان عايش بهذا الظرف هذا، صح. فالان اصبح بمخيم بخيمه بظروف صعبه جدا، الجار جنب الجار، يعني يصير في نوع من الاحتكاك. صحيح. طيب. هذا الاحتكاك تغيب الخصوصيه، الفقر يتعمق اكثر. نعم. ما في خصوصيه، كل الاسباب بتصير اعمق. جارك بيساعدك كذا، ممكن اشتراكيه، ممكن يصير يعني في نوع من الاحتكاك. الاحتكاك واحتكاك. طيب. هذا سيؤدي الى انتشار هذه الظاهره. نعم. اذا اسمحوا لنا ناخذ هذا الاتصال. معنا الاستاذ صدام ابو عزام، الاستاذ المحامي. مساء الخير استاذ صدام. مساء الخير يا سيدي. مساء الخير. لو أردنا أن نذهب إلى قانون العقوبات وتعامله مع جريمة الدعارة أو بائعات الهوى، باعتقادك القانون رادع يكفي ولا بحاجة إلى تعديل؟ هل إذا تعرضت يعني نصوص القانون تنهي يعني أو تردع المقبل على هذا العمل، أم أنها تذهب إلى السجن وتعود برحابة صدر؟ ابتداء أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام ومساء المستمعين الأكارم. الله يمسيك. والشكر الجزيل لاختيار هذا الموضوع اللي ما زال في الحقيقة بعض وسائل الإعلام تتحرج من فتحه، لأنه في نقص بالمعلومة ونقص بالتشخيص القانوني والاجتماعي. نعم. النقطة الأولى سيدي الانطلاق بهذا الموضوع أنه قانون العقوبات الأردني تم إقراره منذ بمطلع عام 1961، وتم صياغة العقوبات آنذاك بما يحقق الردع العام والخاص في ذلك الزمان. نعم. لم يطرأ على هذه الجرائم تحديدا اللي هي خدش الحياء العام أو التحرش الجنسي أو هتك العرض أو الاغتصاب أو السفاح، هذه منظومة الجرائم المخلة بالأسرة التي تقع على الأسرة أو تقع على النظام العام. في الحقيقة منذ ذلك العام لم يطرأ عليها أي تعديل إلا تعديلات طفيفة جدا لم تمس بجسامة العقوبة. نعم. في الحقيقة اللي بيستعرض العقوبات الموجودة في قانون العقوبات حاليا يجد بأنها غير رادعة، هذه من جانب. من جانب آخر أن أجهزة إنفاذ القانون والأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون على ضوء التطور العلمي والتكنولوجي والعولمي في مجتمعاتنا، في مجتمعنا تحديدا، لا يوجد ثقافة ضبطية وثقافة قانونية في اتباع الإجراءات لدى الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون. بمعنى يجد على جوانب الشوارع وردهات الجامعات والمناطق العامة تجد أشخاص موجودين على أطراف الطرق لا تجمعهم أي رابطة، أي علاقة زوجية أو أي علاقة شرعية. ولا يستطيع الشخص المكلف بإنفاذ القانون نقص المعلومة القانونية لديه، ولأنه يعتقد بأن هذه حالة تطور اجتماعي يترك هذه الأفعال وتطور الحالة وبدأت تتراكم. هذا من جانب. من جانب آخر انتشرت للأسف الشديد بيوت الدعارة وبائعات الهوى والعمل الجنسي مقابل الأجر. هذه في الحقيقة الظاهرة تنخر في مجتمعات، إذا انتشرت في مجتمعات تنخر في مجتمعات وتحل المنظومة الأخلاقية والقيمية. طيب. بالمجتمع. أستاذ صدام، أستاذ صدام، بدي أنا وياك نسمع شوي من التقرير ثم أعود لك في سؤال بعد إذنك. تسمع معنا التقرير. التقرير لو سمحتوا. شوف العقوبة إنه يمسك الواحد من مكتب الأداب وينسجن، هاي مش عقوبة. العقوبة اللي بتيجي بعد الموضوع هذا الفضيحة، فجأة كل المجتمع بيقلب عليك، كل الدنيا بتقلب عليك، ولا واحد بيكون طايقك، بيكون أوقات عارفين إنه أنت لك على اللون المعين هذا، بس أنت المساكن اللي بينمسك كل الدنيا بتقلب عليك، بيطلع شبه بني آدم
يطلع بني آدم كتير مشطوب، نفسيته تعبانة، كل إشي في عنده بتعطل، بطل إله قلب، يعني لا إله قلب يسهر ولا يروح ولا يجي ولا يلبس ولا يطلع ولا يطلع صنوب ولا يسهر ولا يلبس ولا إيش، كل ما بيحاول يدخل بال أستاذ صدام يبقى معنا، إيش حكت هون بالضبط حتى نسأل الأستاذ صدام؟ نعم، هي تتحدث بغياب عقوبة حقيقية تردع عمل بائعات الهواء، يعني تتحدث أنا يعني حسب ما تتحدث هي تقول أنا يعني تنسجن الفتاة ثم تعود لمبتغاها، يعني لا يوجد رادع، لا يوجد رادع. طيب حقيقي أستاذ صدام بعد إذنك أنت معي مرة أخرى، هذا اللي سمعته أنت جزء من مقطع لتقرير في جريدة الغد لزميلنا حمزة دعنا، هو موجود معنا بالاستديو، وهذه مشغلة لبائعات الهواء. أنا بدي أسألك سؤال مباشر، في عنا بالقانون عقوبات، عقوبة محددة للي بتمارس الجنس مقابل مبلغ، بمقابل طبعاً يعني أجر؟ طبعاً في نصوص، كم عقوبة ذلك؟ خلينا نحكي بالنصوص مباشرة. إذا كان فعل منافي للحياء العام تصل العقوبة من شهر إلى 6 أشهر، إذا كان خدش للحياء العام تصل من 2 إلى 3 أشهر، إذا كان مرة ثانية أستاذ صدام معلش بعد إذنك، لو الآن ثبت عليها أنها تخدش الحياء العام ولا شيء في مكان يعني مغلق وما حدا بدري عنها، مقابل أجر في عليه عقوبة؟ نعم عليه عقوبة، من 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 هيئ أو شارك أو أنشأ بيت للدعارة مقابل الأجر في الحقيقة تصل عقوبة إلى 3 سنوات. طيب وإذا كانوا مجموعة وعدد يعني يؤشر على بيت دعارة بكل عقوبة مختلفة؟ كيف سيدي كيف؟ إذا كانت مجموعة يعني وجدوا في مجموعة مع بعض. هذه عصابة أشراف، هذه الجريمة المنظمة. الخطورة في مثل تلك الجرائم تنظيمها. هذه أكبر خطورة تؤرق المجتمع وتؤرق أجهزة إنفاذ القانون، بأنه من الصعوبة بمكان إلقاء القبض وتفكيك مثل هذه عصابات الأشراف في الحقيقة. الإشكالية ذات 3 أبعاد. تدابير تشريعية، تدابير تنفيذية، وتدابير ردعية، وتدابير بعد العقوبة اللي هي التأهيلية. بمعنى لا يجوز عند إلقاء، يعني للأسف العقوبة عندنا بقول عقوبات قاصرة، بمعنى أنه عند إلقاء القبض عليهم أو الحكم عليهم بيضعون بسجن الجويد نساء، بعد ذلك تخرج أو تبقى بالسجن وفي الحقيقة تتعرف وتنتشر عصابات الأشرار. يعني هذه قصة أخرى، يعني راح نبحثها إن شاء الله. أنا بدي أشكرك الأستاذ المحامي صدام أبو عزام، ربما أفدتنا كثيرا فيما يتعلق بالعقوبة. أنا بعرف أنه الاجتماع جريمة وعقاب، أيضا قصة العقاب جزء سمعت من الأستاذ صدام ومن اللي أيضا المشغلة تشعر أنه رادع. مرة ثانية مراكز التأهيل يعني بتطلع زي ما حكى الأستاذ حمزة، بتطلع خريم من الدربة، يعني هذول العلاقة بينهم. معلش شاوريش بدي أحكي عن قضية، هو ذكر القانون العقوبات اللي كان بعام 1961 ولم يتم تعديل عليه لغاية الآن. أنا بدي أقول له شغلة صارت إضافية الآن، يعني سابقا كان يعني الشرطي تعديل، انت مدرك انه في تعديل، يعني تعديل بالمنظومه التنفيذ. حلو، ما التنفيذ ما بديش اتدخل بالقانون تحديدا، بس بالتنفيذ. الان زمان كان اذا شوفوا 2 قاعدين جنب الشارع ممكن الشرطي يتدخل بينهم، الان اصبح ممنوع يحكي معهم الا اذا هو اشتكى او واحد اشتكى، اما ما بصير هو يتدخل فيه لانه هاي اعتداء على حريته. هاي انا بحكي هاي خلل. الان حتى بالجامعات، زمان كان لما كنا طلاب بالجامعات كان اذا يعني شاب وبنت قاعدين مع بعض بمنطقه فيها احراج كان الأمن الجامعي يتدخل. الآن أصبح ممنوع، يعني إذا شافها حتى شو ما بتعمل ممنوع، وإذا ممكن تشتكي عليه. ممكن تشتكي عليه. هاي إضافة أيضاً بعجز القانون عن ردع مثل هيك ظاهرة. يعني أنت تتفق إنه القانون؟ نعم أنا حقيقة بالنسبة للقانون بشكل عام، بالإضافة كمان اللي حكى إنه تدخل هي على السجن، ممكن تكون هي كمان زي عدم المؤاخذة بتنقل العدوى للآخر للأخريات، يعني بتعلمهم الطريقة اللي بس يطلعوا بكرة بيصيروا معها. ينضمونها كمان. يعني ما بيردعوها، فيجب اولا ان يكون بالسجن او مراكز الاصلاح عزل لهؤلاء النوعيات حتى ما يختلطوا بالاخريات، لانه ممكن واحد تكون داخله بحادث سير او صحيح بجريمه صحيح اخرى، ما بصير خليها تنقلها نفس العدوى. والقضيه الثانيه يجب ان يكون هناك تاهيل ومتابعه. هي بالتقرير ذكرت كمان قضيه انه المجتمع راح يتابعها ويصير يعني يعاقبها وكذا. راح نحكي عن نظريه الوصمه بعد شوي. هي نظريه الوصم واللي بتوصمها فيها راح نحكي عنها. بس الى قديش ممكن يعني طالب الان انه يكون هناك في نوع من القانون التعديل، تعديل للقانون، تعديل وتفعيله وتغليظ العقوبه. انت تطالب بالتعديل على سد الذرائع المرحله اللي ما قبل حتى يعني يعني حتى ينطبق مع المرحله الحاليه. المرحله الان تتطلب منه يكون في عندنا قانون، لانه الجريمه اذا تفشت باي شيء يعني انواعها بتؤثر على الاقتصاد، تؤثر على الاجتماع، تؤثر على المجتمع بشكل عام. يصبح نسيج المجتمع كانه في خلل، يصبح الواحد مش امن على نفسه يمشي بالشارع. راح اسالك حمزه
عن موضوع قديش شعرت انهم متاثرين بانهم ممكن يمسكوا العقوبه وهذه التفصيلات. بس قبل هيك بحب اوجه توجيه للاخوه المشاهدين انه الان ارقام اسفل الشاشه، اللي حاب يتدخل معنا يوجه سؤال، بدناش يعني هيك تعقيبات كبيره، يوجه سؤال، واذا بحب يحكي لنا بسرعه مين بيحمل مسؤوليه وجود بائعات الهواء، شو العامل اللي هو بيعتقد انه العامل الفاعل، وبجوز الدكتور ذكر كثير من العوامل كذلك زميلنا حمزه. بدي اعود لك حمزه، قصه العقوبه شايف المسائلات يعني كيف شفتها؟ والله صدقا انا انت انطباعك بس اسال الاستاذ المحامي في حال تم القاء القبض على شخصين يفعلون الرذيله في احدى الشقق، ما هي العقوبه؟ حكم حكى شخصين مجموعه عمل منظم، شخصين فقط، حريه شخصيه كما اشار الدكتور، لا يوجد اي عقوبه اذا تم القاء القبض على شخصين في شقه، هي تعتبر حريه شخصيه. بحكي باي موضوع. وبدي اشير لنقطه مهمه ايضا، انه مشغله بائعات الهوى اثناء سجنها تعمل على تجنيد الفتيات للعمل في الخارج، يعني هي في السجن بتجند هاي البنت بس تطلع يضل لك شهر بتروح بتعمل بتشتغل عند الامرأة الفلانية، مهمتها خلال الثلاث سنوات التي قضتها في السجن قامت بتجنيد كثير من الفتيات داخل السجن. داخل السجن بتجند، خاصة اللي بنسجن الفعل لأول مرة، هذول بكون لسه أغرار يعني. نعم. فبتدربهن على حتى أي مسجونة. نعم. هي قضية ثانية. نعم. ممكن تحرك عصابتها بطريقة أو بأخرى. طيب نأخذ اتصال معنا زميلنا الإعلامي بسيم الصعوب، صور فيديو يعني له مبادرة إنه لاحظ أو بعد الساعة 12 على قصة بعد الساعة 12. فبسيم مساء الخير. مساء الخير عمر. إذا في مجال نعرض الفيديو نشوفه احنا وبسيم بعدين نعلق عليه. شباب في مجال؟ شباب نعم، خلينا نشوف الفيديو اللي صوره زميلنا بسيم الصعوب. نعود لزميلنا بسيم، يعني انت صورت الحادثه، وضح لنا اياها اكثر، يعني شو اللي شفته بسيم؟ نعم، مساء الخير عمر لإلك ولضيوفك الموجودين الان بالاستوديو، مساء الخير لايضا مشاهدين شاشه قناه اليرموك الفضائيه. يمكن لاحظت زميل عمر بانه يعني التصوير واضح بانه غير مرتب وغير منظم، لربما لانه جاء على فجاه حقيقه. نعم. بسبب هذه المشاهد اللي انا كنت يعني ارقبها بشكل يومي اثناء خروجي من عملي من القناه متوجه الى مكان سكني، فكنت بكل مره حقيقه انه احاول يعني اني اصل مبكر لحتى احاول بس فقط ارصد انه من بدايه العمليه اللي بتقوم فيها لغايه هذا اليوم اللي انا استفزني فيه تصرفها لهذه السيده اللي بتيجي بسيارتها ومحمله تقريبا بيكون معها من 4 إلى 5 فتيات، وبتقوم السيارات بعد ذلك بالاستفاف من اجل يعني التحاور والاتفاق فيما بعد واختيار يعني معها سياره ومحمله فيهم 4-5 بوكس مزيونات. ها نعم. وبعدين بتوزعهم هيك. نعم. تحديدا بهاي الليله بالتحديد يعني انا كانت هي واقفه فاتحه باب سيارتها اللي هو بتقودها ومشغله المسجل على الاخر، وكانت ايضا تقوم بشيء من الاستعراض في الشارع مما استفزني حقيقه، وانا كنت متوجه للسوبر ماركت تركت الاغراض بايدي. استعراض وشعر. يعني كيف استعراض يعني؟ استعراض كانت يعني شيء من الرقص، هي ترقص عند السياره. عند باب السائق. نعم، لانه هي السائق اصلا وهي اللي بتقود هاي فكانت فاتحه باب السياره ومشغله المسجل على الاخر وتؤدي بعض حركات الرقص مما استفزتني، تركت اغراضي انا يومها بالسوبر ماركت ورجعت من اجل انه ارصد يعني هذا المشهد طارئ يومي. كيف بتشوفه بسيم؟ يومي؟ نعم، هذا الشيء بشكل يومي بنفس المكان بنفس السياره نفس السيده وايضا وزبائنها اللي بيكونوا منتشرين بالمكان، وللعلم هي قريبه من
اثنين نوادي ليلية موجودة في نفس الشارع أيضا قريبة منهم وتقوم بهذا الأداء، والسيارات يعني تقف تباعا من أجل القيام باختيار ما يشاءون من بضاعتها هذه للأسف. وهذا الشيء يعني على مرأى من على ما أعتقد الأجهزة الأمنية ودوريات الشرطة، لأنه هي تتواجد في المكان بالقرب من النوادي الليلية اللي بيرتادها يعني كلهم أغلبهم من جنسيات عربية، والسبب في ذلك طبعا أنه مجرد ما تروح وتمشي من هذا الشارع تجد السيارات التي تحمل يعني لوحات دول خليجية، وهي سيارات تتعدى تقريبا بكل ليلة تقريبا من 10 إلى 15 سيارة تحمل لوحات دول خليجية بالقرب من النوادي الليلية، وهذه تقوم بممارسة عملها بهذه الطريقة. طيب بسيم، يعني عمره واحد أخذ أكثر من واحدة؟ عفوا عمر، يعني عمره واحد أخذ أكثر من واحدة؟ ولا كل واحد بأخذ واحدة؟ يعني بدي أفهم أنا بس. هو شوف، بالمرة الأخيرة أنا رصدت بأنه كان في أكثر من سيارة ينتظروا هذه الحالة اللي يمكن أنتوا وضحت معكم بالفيديو اللي تم عرضه الآن. كان في جيب سيارة سعودية فيه 4 أشخاص، وكان في السيارة المحلية اللي هذه اللي مبينة كانت، وكانت تنتظر بأنه ما يتم الاتفاق على هاي الصبية، ولكن تم الاتفاق وأخذوها. فراح يعني هو يجر أبيال الخيبة ولا هو الهزيمة، لأنه ما عاد في اعتماد عندها، كله تنفذ. وهذا الشيء يوميا هذا بكل ليلة تقريبا ظاهرة يومية. زميلنا بسيم الصعوب، أنا هذا المكان بدي أشكرك. شكرا بسيم الصعوب، شكرا. أهلا عمر، يعطيك ألف عافية. شكرا. يعني أنا بديش أدين أو أتهم الأجهزة الأمنية، لكن قد تكون التشريعات أحيانا قاصرة. يعني مرات منفهمش كيف ممكن يتحرك في هذه الحالة. أثناء تحقيقك تواصلت مع الأجهزة الأمنية، فهمت منهم مثلا حدود حركتهم، معوقات حركتهم؟ يعني قطعا أنه لو في مجال يتحركوا بتحرك. نعم بالطبع، يعني الأجهزة الأمنية دورها تقوم بإلقاء القبض على بائعة الهوى وإداحة للجهات القضائية، يحبسوها شهر شهرين 3 أشهر وبعاود ترجع نفس ما هي. شو دور الجهات الأمنية؟ فقط إلقاء القبض على الفتاة وإداحة إلى الجهات القضائية. بعد هيك إحنا بدنا إشي، يعني بدنا نوصل لحقيقة. يعني هذا الموضوع مهم جدا. حكى يعني الزميل بسيم بوجود من الجاليات العربية بيشتغلوا في هذا المجال. طب أنا يعني الواحد يتشوش صدقا، أنا مش عارف جالية عربية أردنية سورية عراقية خليجية. في المشكلة باتساع، يعني ها تتسع المشكلة. إحنا شو الحد اللي رح نوقف أو كبح جماح هاي المشكلة؟ بدنا برامج توعوية، بدنا آليات. رح نحكي عن الحلول، لكن السياحة مرت زي ما حكى الدكتور طيب قبل ما نحكي دكتور عن الآن مش الباعث الهواء اللي هو من يمارس معها هذه الرذيلة وجنسيته وطبيعته وقصة السياحة، بس بدنا ناخذ اتصال معنا الدكتور العالم الشرعي الدكتور أسامة أبو بكر. مساء الخير دكتور أسامة. مساء النور، حياكم الله أخ عمر، يا مرحبا. حياك الله. لو أردنا أن نفهم كيف تعامل الإسلام من خلال نصوصه وتشريعاته تاريخيا مع هذه الظاهرة، قطعا أنها كانت ظاهرة وموجودة في الجاهلية وموجودة في كل المجتمعات، كيف تعامل معها الإسلام؟ نعم، تحية لك ولضيوفك الكرام، ونسأل الله عز وجل أن نكون ممن يحاول العلاج ولا يعني يشيع الفاحشة، لأنه حقيقة المسألة هذه خطيرة. نعم. وكالذي يمشي في يعني حقل من الألغام عندما نتحدث فيها. الإسلام حقيقة حاول أن يمنع هذه الظاهرة أو هذه الممارسات السيئة قبل أن تقع، فأوصى الناس بأن يغضوا بصرهم، الرجال يغضوا أبصارهم والنساء يغضضن أبصارهن، وأوصى بعدم الخلوة بالمرأة، وأوصى بأشياء كثيرة. نعم. حتى في التربية، أنه الولد مع الولد أو الولد مع البنت لا ينام وتغطي بغطاء واحد. فهناك كثير من الأشياء التي دعا الإسلام إليها حتى تمنع حصول مثل هذا الانفلات في المجتمع. والإسلام له يعني عقوبات رادعة. نعم. حقيقة أنا سمعت من الأخ الكريم اللي أعد التقرير دعنا أنه بحاجة إلى شيء يكون ما بعد القبض على هذه. نعم. الفتاة. حقيقة الإسلام جاء بعلاج، لو أننا نطبق أحكام الشريعة لتوقفت هذه الممارسات. الجلد لمن هو ليس محصن يعني غير متزوج، والرجم لمن هو متزوج. لو أن هذه الأحكام الشرعية طبقت لوجدنا أنه
هذه الظاهرة بإذن الله تنتهي. لكن حقيقة مسؤوليتنا إحنا الآن في غياب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مسؤولية الأسرة في تربية أبنائها وتعويضهم على العفة وعلى الستر، والبنت يجب أن تتعلم الحجاب وتتعلم أن تصون نفسها، وكذلك الولد، مسؤولية المدرسة، مسؤولية المجتمع، مسؤولية الدولة. يعني هذه التشريعات، وسمعنا من الأخ المحامي، هذه تشريعات قاصرة، وهذا حالنا طبعا دائما عندما نركن شرع الله عز وجل ونحاول أن نأخذ تشريعات وضعية من صناعة البشر. إذن الإسلام واجهها بجملة من التشريعات. أنا بشكرك العالم الدكتور. بس أنتهي بكلمة سريعة. تفضل دكتور. أن الخطأ وإن كان وارد لكن باب التوبة مفتوح. إحنا ندعو عبر الشاشة الكل أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. باب التوبة مفتوح، ولا بد من تعزيز القيم. ولا يعني بد هذا ربما أهم يعني. أشكرك أنك يعني تحدثت بهذا الكلام برضو، باب التوبة مفتوح. وكل من يخاف على عرضه ينبغي أن يخاف على أعراض الناس. نعم، شكرا لك الدكتور أسامة أبو بكر، عضو رابطة علماء الأردن. دكتور زياد، بدنا نروح لفاصل ثم نعود لنطرح قصة سؤال السياحة وعلاقته بالأمر. سنذهب إلى قضية التوعية ودور رجال الدين والمساجد والمنابر وكل هذا الأمر، لكن في حينه فاصل ثم نعود. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. الزيت زيتنا ذهب أصفر، وأردننا بذهب وبفخر، أعلى جود وأنقى زيت وأحسن منه ما لقيت. الزيت وزعتر من عيش ومحلى طعم ما لقيش. هاي القطرة النقية معاصر أبو عدية. أبو عدية، هاي تنك وصلها لأولادي في الولايات المتحدة الأمريكية. أبشر. معاصر أبو عدية على أتم الاستعداد لتوصيل طلباتكم من زيت الزيتون البلدي وجبنة الفريدة الأصلية والجميد الكركي والسمنة البلقاوية للأهل في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذن أعود ضيوفي الكرام، الدكتور زياد الحجاج، أستاذ علم الاجتماع والجريمة، وكذلك حمزة دعنا صاحب التقرير الذي أثار الضجة الصحفي في جريدة الغد. دكتور زياد، ربما يعني حمزة أشار لقضية السياحة، وبجوز حتى تقرير زميلنا أو الفيديو اللي صوره زميلنا بسيم أشار إلى أن السيارات يعني نمرة ليست أردنية. قطعا السائح يبحث عن السياحة الحمراء يعني تحت هذا العنوان، السياحة الجنسية. نعم، هي موجودة، لكن هل سنصبح في ظل الأمن وموجود في الأردن واضطراب المنطقة يعني محج لهم؟ يعني بدنا نفسر الظاهرة وحجمها أيضا. سيدي، هو يعني حقيقة يعني معروف عنا في المجتمع العربي شبابنا يعني ما نحكيش إنه والله هم كلهم ذو قيم إسلامية وأخلاقية وكذا، يعني بفصل الصيف دائما يعني يبحثوا عن السياحه في
في المناطق الدول العربية اللي فيها ممكن يكون منتشر هاي الظاهرة. نعم. هاي المناطق أو الدول هاي اللي فيها هاي الظاهرة متوفرة الآن أصبحت في عندها اضطرابات سياسية وعسكرية وحروب وكذا، بطل في عندهم أمن. نعم. الآن هم سيبحثوا عن مناطق أخرى. فما في بالمنطقة يعني نتيجة على كمسميات دول، يعني أكثر منطقة آمنة هي الأردن. هي الأردن، والأردن أيضا فيها زي ما يعني أكرر لك مرة أخرى إنه خليط من السكان من كافة الدول. نعم. المجتمع الأردني يعني في واحد يحكي نكتة هذاك اليوم عن موضوع الأردن، وأنه بيحكي لك أنه والله غزة تصرخ أين أنتم يا عرب، واحد يقول والله هم كلهم بالأردن. فالآن إحنا موجود عندنا يعني من كل الجنسيات. الآن هذول الشباب اللي بحثوا عن السياحة الجنسية واللي ممكن يروحوا لأوروبا أو لكذا بيجدوها في منطقة تكون فيها أمن وفيها أمان، فهاي البضاعة وهذا المكان الآمن اجت مع يعني مع بعض. يعني المجتمع الاردني هو حقيقه يخلو من هذه الظاهره كمجتمع محافظ بالاصل، لكن ما اصابه من تغيرات سكانيه نتيجه الظروف الاقتصاديه والظروف السياسيه والحربيه والمحيطه فيه ادت الى انتشار هذه الظاهره، وهي زي ما ذكر التقرير يعني نمر. يعني انت دكتور زياد لاحظت من كلامك انك تميل الى مقاربه يعني الابتعاد عن تواجدها داخل المجتمع الاردني كانها يعني سيدي. وأنا خايف من هذا أن نغض الطرف على ظاهرة بدأت تذهب إلى الأطراف. أنا بحكي إنه في مجتمعات عشوائية في الأردن، في مجتمع سفلي. سيدي بعض السلوجين على المجتمع الأردني خلينا نحكي يعني هناك يعني كنا مش يعني غريبين عن المجتمع الأردني. صحيح. بعض المحافظات ما فيها هاي الظاهرة. طبعًا. يعني طبعا. في محافظات طبعا. بالجنوب ما تسمع فيها قصة. بعض المحافظات ممكن تجدها في العاصمة. العاصمة. نعم. لأن هذا العاصمة نعم لأن العاصمة فيها حوالي 2 مليون مواطن. نعم. عدد السكان مكتظ، أيضًا سكن مكتظ. وتشكيلة مش متجانسة. تفكك الأسر ربما يكون أكثر التفكك طبعاً. التفكك تغييب العائلة والجهة وتغييب دور الأسرة. نعم. تغييب دور الأب. نعم. الأب اللي بيشتغل أقول لك الفقر. يعني اسمح لي بس بهذا يعني الفقر لما الأب يشتغل 12 ساعة بيكون غايب عن الأسرة. نعم. الأب دوره انتفى بالأسرة بصار فقط بس مشان يجيب مصدر رزق مشان يصرف على أولاده. صحيح. ممكن البنت تغيب، ممكن الزوج يغيب، ممكن يعني كان غياب الأب الوزور كمان. سنطرح قصة التفكك الأسري لكن بعد نأخذ اتصال. الآن بدأت الاتصالات نشوف استفسارات المواطنين. أحمد عدنان من جرش، تفضل أحمد. يعطيك العافية. الله يعافيك، قوي صوتك عدنان أحمد. الله يرضى عنك. وعلونا صوتك، إحنا تعلونا بالجماعة الإخراج. تفضل أحمد، تفضل. الله يجزيك صديقي، أنت بتحكي عن موضوع صراحة عليه غبار، يعني موضوع مفروض من زمان صراحة. لأنه مش شايفين، يعني قاعد تمرد بأي شارع وتلاقي السيارات على اليمين والشمال. شاب وبنت مش عارف ايه. فالموضوع صراحة لازم يكون فيه اهتمام اكثر من هيك، لانه برضه بنفس الوقت انت اللي بتحكي فيه انه كعقوبات ما في، ما فيش يعني يا دوب تفوت السجن تطلع ترجع. يعني انت تعتقد انه قصة العقوبات هي السبب؟ بالضبط، اكيد يغيب الردع فتغيب فتظهر الظاهرة. ما فيش حكم. نعم. اللي بردع الشخص اللي ساوي الشخص. نعم. يعني اشكرك اخونا احمد، يعني جزء احنا شكرا لك احمد عدنان. معنا الاخ احمد المطالقة، تفضل اخوي احمد. السلام عليكم. استاذ عمر. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل. والله هذا يا استاذ عمر تحيه لضيفيك الكريمين. الله يحييك وسلم. حقيقه هذا الموضوع يشغل بال حتى القرى يا استاذ عمر. نعم. القرى وصلت هذه الظاهره لها، يعني احد المحافظين في إرفد السابقين قال لا نستطيع السيطره على بيوت البغاء في المحافظه. الاصل يا اخي الكريم أن يكون هناك قانون يردع، إن الله لا يجعل بالسلطان ما يجعل بالقرآن. مشكلتنا بقانوننا المتساهل. أنا أخشى على هذا البلد أن هناك مسؤولين على رأس يشغل مناصب عليا هم الذين يرعوا القوانين لتسيير هذه المهنة. نعم. إذا أيضا العقوبة وتساهل المسؤولين راح نناقشها. نعم. شكرا شكرا أخونا أحمد المطالقة من إحدى قرى إربد. شكرا. محمد الشافعي من أبهم للسعودية، تفضل محمد. أخونا محمد تفضل. راح الاتصال شباب. محمد انت سامعني؟ انت على الهواء. السلام عليكم. محمد الشافعي من ابها، تفضل محمد. عليكم السلام. الله يسعد مساك استاذ عمر، يسعد مساء المشاهدين. الله يمسيك بنور النبي، تفضل اخوي. انا طبعا شاب من ابناء الوطن المغتربين. الله يحييك، يا مرحبا. ويعني صراحه كنت في اجازه قبل اسبوعين، كنت في عمان. اها. اول شيء من امن العقاب اساء الادب استاذ عمر. نعم. هذا نعم. واحد. نعم. اثنين، في عندي برنامج على الابل ستور
نزلوا لي اياه يعني من ضمن البرامج مجموعه فصراحه فتحته في عمان. فطلع للاسف هذا البرنامج عباره عن يعني مصيده شبكه. فاجأت جدا يعني لما افتح البرنامج الاقي ارقام الاقي يعني شيء صراحه محزن جدا. الموضوع خطير جدا خطير خطير خطير. والموضوع يبدا طبعا زي ما تفضل من قبلي يعني الدكتور و يعني يبدا من الاسره ومن ثم الى من المدرسه. يعني انا مثلا بيتي جنب مدرسه في عمان والله احنا يعني بنعاني معاناه جدا يعني معاناه ما تتصور. هاي قصه ثانيه عاد المعاكسات ولا لا يعني لا انا بتكلم على موضوع المدرسه يعني انه يبدا الموضوع من المدرسه. صحيح صحيح كلام. ومن ثم تتطور تتطور الى ان تصبح يعني نعم. الله يا ربي عافينا. كلام حكيم كلام حكيم. ان المؤسسات التربويه الاسره المدرسه. اعود لزميلنا حمزه حكى عن قصة أبل وإلكتروني. يحكي أنت ترى بداية التقرير كنت كاتب إنه في خدمات جنسية في خدمات جنسية بتكون على نعم هنالك عدة مواقع. ضحك الدكتور زياد صدقا هنالك عدة مواقع إلكترونية تهتم زي ما تفضل المتصل بصيد بعض الزبائن. هنالك مواقع بتتعرف على الفتاة من خلال الموقع تحدد موعد للقاء. واكثر من موقع موجود في عمان منهم من يعني خلينا نحكي الفتيات التي نحكي اسماء المواقع يتعاملنا لا مش بدون اسماء يتعاملنا هم من شرق اسيا في بعضهم من شرق اسيا مش من الدول العربيه هذا بيشتغلوا في لهم مناطق معينه جميع المشاهدين ونحن نعرف تلك المناطق الموجوده التي يعمل فيها البنات شرق اسيا في عمان معظمها تتركز في جبل عمان بالاحرى وكلهم بيكونوا هربات من بيوتهم بيشتغلوا في هذول المواقع. هذا خدمات جنسية إلكترونية بالإضافة إلى من خلال الاتصالات بيحكي تليفون شاب صغير في العمر 17-18 سنة بده يجرب هاي بسمع بده يجرب بيتصل تليفون بيعطوه رقم بيحكي معاه بصير تحكي له بعت لي بطاقة. هاي تعتبر دعارة من ضمن الدعارة الإلكترونية وسائل الاتصال. نعم نصب كانت ولا بصير اتصال جنسي بعدين؟ لا اتصال جنسي خلال مثلا هو مدفوع الثمن يعني ببعث لها بطاقة تليفون من هاي الأمور. نعم. طيب أستاذ حمزة خلينا بعيد عن اللي هم السياح العرب نعم. الأردنيين اللي بوقعوا بهذه من خلال دراستك شو أعمارهم غالبا؟ يعني أنت من خلال قراءتك هلأ في أعمار متراوحة الأعمار يعني أكثر فئة تتركز فيها الشباب. هذه الرقم الشباب 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 يعني خلينا نحكي الأعمار بالضبط من 20 ل 30 ومن 50 في بالخمسينات المسؤولين هذول المسؤولين في بعض برضو رجال بيهتموا في هذا الموضوع ويقوم بانتقاء الفتاة بكل دقة. نعم إذا تتركز في فئة الشباب كم فسرها فئة الشباب بس قبل طبعا. ممكن طبعا. لا مقاطعة هلا إذا حكينا عن فئة الشباب عزوف الشباب عن الزواج يعني هذا أمر جدا ارتفاع المهور. هلا الشاب بده يحكي لك بدل ما انا اروح اتجوز خليني اتعرف على هذا العالم. ترى هذا عالم بائعات الهوى عالم جدا صعب يعني اللي بخوض فيه مستحيل يطلع الا من خلال زي ما حكى فضيلة الشيخ التوبة الى الله تعالى. انا حسب بحكي مبدا اللي حكاه الشيخ يعني نعم يعني حال يعني فعلا شيء بيقزز يعني صراحه لما بدك يا ريت تجيبون اشياء من التقرير كمان بتقزز. دكتور زياد التفكك الاسري باعتقادي انه يعني له دور كبير في انه فيش رقابه يعني وانت حكيت مرات المدن يعني تتكتب فيها الضرر اكثر لانه فيش رقابه يعني فيش علاقات رسميه فيش رقابه. بجوز زي ما حكيت الاب ممكن يشتغل في قريه 12 ساعه ويغيب اسبوع في في في, في المعسكر لكن بالمقابل ابن العم وابن الخال وابن يكون رقيب نعم هناك رقيب وشخص رقيب على نفسه ايضا. خلينا نفهم هاي هل التفكك الاسري احيانا بيقود الى مثل سيدي يعني لما نحكي عن الاسره هي الاساس في التنشئه واي فرد هو حقيقه ينشا في الاسره. فاذا كانت الاسره سليمه يعني بقيمها وباخلاقياتها وبتقوم بواجبها وتؤدي واجبها الاقتصادي والاجتماعي والتكويني والنفسي بطريقه كما يعني تتماشى مع القيم والاخلاق ستقوم بانتاج افراد سويين على سويه عاليه. اذا حصل في عندنا بهاي الاسره وهي المؤسسه الاولى التي ينشا فيها الفرد اي خلل او اي تفكك او اي انفصال بين الزوجين او ممكن يكون يعني من غياب الزوج بشغل او مسجون بمركز اصلاح بعيد يعني اذا غاب الزوج سيؤدي الى خلل مفروض الزوجه تقوم بسد الفراغ عن اثنين. اذا كانت قادره على سد الفراغ يصبح دور الزوجه الان وكانها تصبح زوجه ام واب تنشئ الاطفال على الرعايه السليمه
من خلال منظومة القيم المجتمعية، من خلال العادات والتقاليد والقيم المتعارف عليها، ومن خلال قيم الإسلام. إذا كانت هذه المؤسسة قامت بدورها وكملت المدرسة، لأنه بعد الأسرة في مدرسة، وأيضا المدرسة المؤسسة الثانية إذا قامت أيضا بدورها التربوي قبل التعليم، لأنه بنحكي عن التربية وتعليم، فإذا المدرسة قامت بدورها التربوي وأنها يعني تمشي مع الطفل من أول سنة حياته بتعليمه القيم والأخلاق، وأنه كيف ينمي مواهبه الصحيحة ويبتعد عن الرذيلة، وبنعلم أنه هذا صح وهذا غلط، واستمرت وانطلق إلى حي ومحيط كان سليم، هو سيكون محصن من أي ارتكاب أي جريمة كانت. نعم. الآن يأتي دور الدين ودور المساجد ودور الإعلام ودور يعني إحنا أيضا بدي أنا من المنبر أنه ما يكون حلقتنا اليوم هي لتوضيح أنه يعني المساهمة في نشر الدعارة. لا. نعم. إحنا الآن إحنا موجودين حتى نبين السلبيات التي تؤدي هذه الظاهرة إليها. نعم. إن كان على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع، ننبه الناس بشكل عام أنه أبداً وإحنا مش خايفين، إحنا دورنا تحذير اليوم، إحنا مش خايفين لكن إحنا نتمنى أنه يفهمونا بهالطريقة، يعني يفهمونا بهالطريقة، وهذه لعبة الإعلام الحقيقية. إذن بذكر أعزائي المشاهدين الأرقام في أسفل الشاشة، يا ريت تتواصلوا معنا وتعبروا عن أراءكم، من المسؤول عن هذه الظاهرة أو يعني المشكلة كما أشار الدكتور زياد. نأخذ اتصال بعدين نعود دكتور زياد. معنا دكتور محمد ربابعة من عجلون، تفضل دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا دكتور. الله يعطيك العافية. تفضل أخي الكريم. يعني الصراحة هناك في استغلال لشريحة ضعيفة في المجتمع، ومن هذه الشريحة الاستغلال من يتخرج من دور الأيتام في سن 18 عام فيلقى في الشارع ويكون عرضة لاستغلال هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعقد زواج على فتيات صغيرات في هذا السن، ويستغلوا هؤلاء الفتيات في الدعارة. ويعني أنا سمعت قصص من هؤلاء الفتيات ومنهن كان تائبات يعني وتكلمن بقصص مريرة جدا، ومنها استشفيت من هذه القصص أن الدولة غير جادة في محاربة هذه الظاهرة ولا بتجفيف منابعها. نعم. لأن بإمكان الدولة أن تبحث عن منابع هذه الظاهرة وتجفف منابع هذه الظاهرة. جميل دكتور. يعني المنابع جزء منها تشريع كما أشرنا. نعم. دكتور محمد الربابعة أشكرك، نبهتنا لقضية مهمة جدا، دور الأيتام مجهولي النسب، يعني هؤلاء اللي بيكونوا في الـ في الـ في الـ اللقطاء بيكبروا وين بيروحوا بعدين، يعني هذه ربما قد تخبر حسلك عنها، بس نأخذ الاتصال هذا أيضا. عبد الرحمن السلاوي من الزرقاء، تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام. هلا أخوي عبد الرحمن. أول شيء بمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام. يمسيك بنوار النبي أخوي. بحب أوجه سؤال، يعني ألا ترون أن إقامة الحدود الشرعية في مثل هذه الأمور تكون رادعة وتجعل الإنسان يفكر 100 مرة قبل أن يفعل مثل هذا السؤال؟ نعم. إقامة الحدود الشرعية. إقامة الحدود الشرعية رادعة، قطعا رادعة، لأنه ناقشك في ذلك يعني. أشكرك عبد الرحمن السلاوي من الزرقاء. أعود لك يعني قصة مجهولي النسب وقصة دور الأيتام، فعلا ممكن تخرج لنا في ظل يعني عدم العناية فيهم أنه تخرج لنا مادة لهذه الجريمة؟ طبعا بالتأكيد، يعني هنالك أشخاص يتتبعوا لتلك الخريجات من مراكز الأيتام والرعاية، يقوموا زي ما تحدثت قبل قليل الزوج الأولى بياخذ، ممكن انا يعني ما بدنا نعمم ايضا، ممكن بياخذوا هاي الفتاه للعمل، يعني بيحزنوا عليها شيء بياخذوها او تعمل خادمه لدى بيوت الدعار، لتكتشف ان هنالك مهنه تجذب ماده كبيره من النقود، فبنخرطوا في هذا المجال اكيد. في يعني واضح كانت جزء من قرات جزء من يا ريت تورجونا اشياء من التقرير نطرح عليها اسئله اذا كان في اشياء فارقه. قطعا في اشياء فارقه. دكتور زياد، مؤسسات الرعاية، دور الأيتام، مجهولي النسب، دار الأحداث، هذه يعني أحيانا أنا بشعر الطفل أو الفتاة اللي بتروح على دار الأحداث بتطلع أسرسر من الأول، واضح جدا. يعني وين دورنا هنا؟ هذا ظاهر ولا مش ظاهر؟ نعم. يعني احنا بنعترف فيها، احنا عالميين. ناهيك على قضيه الوصمه، بنصير نقول له انت كذا كذا، لا ابعد حد. كيف ممكن ايضا نشوف هون قضيه اللي هي مرحله العقوبه والتاهيل؟ سيدي من آمن العقوبة أساء الأدب. نعم. حقيقة يعني. فالعقاب اللي ذكره أخونا اللي هو إنه إقامة الحدود أو إقامة الشرع. نعم.
احنا الان في تغييب الشرع، يعني ربنا عز وجل قال ولكم في الحياة في القصاص حياة أولي الألباب. نعم. فالقصاص يعني يجب ان يكون موجود. هلا قصور التشريعات، حقيقة قصور التشريعات تؤدي الى ارتكاب هاي المخالفات، لانه الفتاة اللي بترتكب هاي بترياك جناية، ما في اذا ما كان من الاصل، احنا حكينا اذا كانت التنشئة الاجتماعية سليمة ستكون في ضوابط اخلاقية وفي ضوابط عقائدية وقيمية وعادات التقاليد. إذا هاي فقدت كلها المفروض يكون في قانون. نعم. يعني أنا بدي أنتقل للقانون. نعم. وإذا كان القانون متبع معناته ما عاد في إشي يمسكني راح أرتكب أي إشي، يعني الحبس شهر أو شهرين ومن ثم الخروج مرة ثانية للشارع ومن ثم العودة. بالعكس لما تروح على الحبس هي بتجيب معها خبرات جديدة. نعم. فيجب أن تكون هناك عقوبات رادعة تتماشى مع الوضع القائم حتى تخفف من هذه الظاهرة التي تنهش في النسيج الاجتماعي الأردني. أما الموضوع اللي أنا حقيقة يعني أعود وأقول أنه قصور التشريعات، هل معقول أنه الأيتام لسن 18 بعد 18 أقول له اذهب دبر حالك، وين روح طيب؟ أين سيذهب؟ أنت الآن إذا أهله مش موجودين فالدولة مفروض تكون أهله، لأنه إذا تركته للشارع هو سينحرف. صحيح. وهو في سن قابل للانحراف. صحيح. يعني ذكر أنه السن الشباب هم اللي بيمارسوا هاي المهنة إن كان من الطرفين، لأنه هاي فترة يعني اللي يكون فيها الإنسان بدأ ينضج وعنده سن مراهقة، والآن يعني قدرته على السيطرة على تكوينه الفسيولوجي مش بالسهل. نعم. ففي عنده حاجيات، فكيف تقبل على نفسها الجمعيات الأيتام ورعاية الأيتام أنها يعني بعد 18 تقول له والله خلاص أنت وصلت لسن الرشد اذهب. نعم. وين يروح طيب؟ نعم. يذهب إلى الشارع وسيأتي إلى من يتزوج ويشغلها أو من يأخذها إلى كل شرط، ممكن حين تروح في السرقة تستغل في كل الجريمة بكل أنواع الجريمة. نعم. إن كان ممكن يستخدموهم في التسول. صحيح. أيضا. صحيح. يعني مجموعات يوزعوهم بالسيارات التسول على الإشارات. الآن التشردوا، الآن ما في عندها مسكن، ستبحث عن الجريمة، ممكن تنضم لعصابات سرقة. أها. سطو مسلح. صحيح. فهاي كلها القصص هاي تأتي من قصور التشريعات. نعم. كل أنا كمجتمع يجب أن أبقى راعي لما أأمن له حياة كريمة وعيش كريم وزوج، وبعدين أن أزوجها وأوقع عقد زواج وهي يعني لازالت قاصر. حقيقة يجب أن يكون هناك قوانين رادعة وقوانين تحمي هذا المواطن. طيب بس حمزه لك تعقيب بعدين ندور على فيديو في اتصالات. نعم. حمزه احنا لو حكينا بعيدا عن العقوب الموجوده لردع بائعات الهواء، بدنا كمان شيء يحمي المجتمع منهم. كيف يعني؟ حلو. يعني الان انت مثلا تتفاوض مع فتاه بائعه هواء في الشارع، اذا ما اعطيتها الرقم اللي بدها اياه بتفضحك بتشكي عليك وبتحبسك، هاي امراه لدى الاجهزه الامنيه بتتبلك. هاي لها كل السيطره، هذا التبلي كمان، وهي يعني مصدقه، تشعر حالك انت عنصر ضعيف يعني مصدقه لدى الاجهزه الامنيه، مصدقه يعني مع انه بكون عليها مثلا 10 قيود خدش الحياه العام وهيك بصار ايش تشريعات. نرجع لقصه التشريعات، بس احنا كيف بدنا نحمي المجتمع والاجراءات ايضا، هاي ما هي سؤال التشريعات. طيب تسمحوا لنا نحضر هذا الفيديو ونعود لك يا دكتور زياد، ورجونا بضل الفيديو بعد اذنكم. الكلمة اللي بتوجهها لبائعات الهواء إلى أين؟ الله يستركم، وكل واحدة لو قد ما تحاول يعني تشوف شغل تاني عشان تصرف أولادها، أو كل واحدة إلها موضوع زوج أو أب أو مرض أو كذا، ما في ولا أي شغلة بتجيب فلوس. يعني ما رح أقولها أنا احترمي حالك وبطلي وصيري، لا ما رح أقولها، إن هي عارفة. يعني بدي اقول ملعونة الحرس، يعني اسمحوا لي، يعني بتقول لك يعني بتقول لك اوعي تفكري بتغيير شغلك. داخذ اتصال عبد العزيز، صح الاسم، احكوا لي شباب. عبد العزيز من الزرقاء، امجد عبد العزيز من الزرقاء، تفضل اخوي امجد. تفضل امجد، اهلا اخوي امجد، تفضل. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا مرحبا. انا بقول الاعلام الاردني له دور كبير. نعم. وكذلك بعض المسؤولين دوره كبير. كيف بدنا نفهمها؟ دوره كبير، دوره كبير بالترويج لها. نعم. كيف بنروج لها احنا كاعلام اردني مثلا؟ اعطيني. لا مش القناه اللي رمزنا. لا بحكي الاعلام الاردني مثلا، يعني كمسلسلات كامراض في افلام الميديا، وبعض المسؤولين مش اهل المسؤوليه. بعض المسؤولين بيروحوا قاعد. طيب نعم، ومش اهل المسؤوليه اللي يضغطوا اهل الامور. طيب شكرا اخونا امجد، شكرا لكم، الله يخليك. شكرا اخونا امجد، شكرا. دكتور زياد يعني
سمعت حكيها يعني بتقول لك انه هل سيصبح قناعة عند هؤلاء بعد ذلك؟ يعني لو نقرأها دراسة سايكو اجتماعي يعني من نقطة سايكولوجي واجتماعي، ممكن تصير بائعة الهوى مقتنعة تماما قناعة تامة انها تدافع عن مهنتها حتى لو في السجن؟ سيدي بس خلينا اعقب على اللي ذكروا عن, عن موضوع انه الشخص يتعرض لابتزاز يعني خلينا نسميها بالمصطلح الابتزاز انه يضطر يدفع لها او يضطر حتى يستر حاله بلاش يتعرض للعقوبه. يعني اقول هي تكون واقفه على الشارع، لما تكون واقفه على الشارع اذا انت ما وقفت عندها ليش يعني كيف تتجه؟ يعني مرات تركب مع شوفير تاكسي انا سمعت شوفير تاكسي دكتور تركب تأشر لك بتركبها بعدين بتقول لك يا هيك يا بتدفع. يعني هذا سمعناه من كثير شكاوي في مثل هذه الحاله. القانون بيحمي شوفير التاكسي؟ لا طبعا ما بيحمي، لا هو اكيد ما بيحمي، لا بدنا نعلق على هاي لانه القانون القانون معها يعني هم اما اذا راودت نفسها الله يجيب. بس هي كانسان حقيقه هي انسان مريض وانسان يعني بالمجتمع لا يؤمن جانبه هي بكف الجوانب. صحيح. يعني حكى لي واحد عن حادثه قبل اسبوع بنفس القصه، قال انا عم اتفرج فوقفت سياره عند واحده فبتتفاوض وياهم، وقفت السيارة أفخم شوية أشيك فتركت هذول وراحت على السيارة الثانية تفاوض وياها. يبدو اتفقوا على شيء معين فركبت مع السيارة الأولى مع السيارة الثانية الجديدة النظيفة المرتبة. فهذا اللي وراء أخذته العزة بالإثم، يعني كيف هذا أخذ يعني أخذ اللي بده إياه وكذا، فلحقوا بالسيارة فتركتهم اثنين يتهاوشوا ببعض. هم كانوا ثلاث مجموعة يعني كل سيارة فيها ثلاث أشخاص زي ما ذكر الشيخ. فبلش هذول يعني شاجروا مع بعض وهي راحت على سيارة ثالثة وظلت ماشية. يعني ما بهمها مين الشخص، بهمها انه تقوم بي 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 بس انت تتفق مع الاستاذ حمزة انه بحاجة الى تشريعات حتى في هذا الجانب الى تشريعات الان. يعني القصور نرجع نحكي على قصور المشرع الان. لما تكون واحدة عندها اسباقيات وانت عارف لما ترجع لقيودها وان عندها 50 60 قيد او 20 قيد او 3 ايا كان لها سجل، كيف تقبل يجب ان لا يشفع لها؟ انها طبعا يجب ان تكون بالعكس. انت لما انت بعدين اعلم رجل امن المفروض يكون عنده الفراسه، عنده الفراسه بمعرفه انه هاي مبتزه لهذا الشخص. فهو في بعض الناس فحمايه المجتمع تكون بوجود تشريعات. انا ما عندنا نساعد رجل الامن بالتشريعات، كنت تعلق على شيء وهو بحكي لك زياده. لا خلينا نكمل على الموضوع اللي حكيت انه الواحد ممكن يدافع عن مهنته. هلا هي اذا يعني امتهنت هذه المهنه واصبحت بقناعتها وبوجدانها وبتفكيرها وبعقلها، هي مهنه تدر لها الدخل المناسب والدخل اللي وفير حقيقه زي ما ذكرت. ما في مهنه بتدر لها نفس الدخل، فستدافع عنها وتصير جزء من حياتها وكانه نوع من الادمان. ما في شيء يردعها عنه. فتصبح جزء من حياتها. وربما نحن احيانا نساعدها اذا ما عدشت تاهيلها، وراح نحكي على الوصفه راح ارجع لها هسه. كنت تعقب على شيء تفضل. اول شيء احنا بدنا نوضح للمشاهدين انه مهمه الصحافه والاعلام تسليط الضوء على مشكله معينه لاظهارها للمجتمع وتوصيلها للجهات المعنيه. هاي جميعنا متفقين عليها. فعشان بدي احكي هاي النقطه، انا يعني خلال اعداد التحقيق مريت بتجربه شخصيه. رحت على احدى مناطق عمان الغربيه الساعه 12 بالليل، وقفت امام احدى بائعات الهواء، تفوضت انا وياها ما عجبتنيش ورحت على اللي بعديها، تفوضت انا وياها ما عجبتني رحت على واحده ثالثه. وصدقا يعني انا اتحدث ومستعد يعني اوصل احكي المناطق مستعد. فاخر واحده بتحكي لي اذا ما رحت من عندي بدي افضحك. قلت لها لا انا اللي بفضحك. اللي بتحكي لي لا انا بما معناه انه انا بائعة هواء بفضحك. والله خفت يعني صدقا انا رجل صحفي وهذا خفت منها. يعني كبر عقلك اخوي. صرت افكر لو رحنا عند جهات المعنيه راح يحموها. ما راح يحموني انا. اللي فاهم القانون وعارف ادواته عارف كل حكت لي بفضحك. ركبت في السياره وصرت اجري في هذا التحقيق. يعني هو فاقد الشيء لا يعطيه. طيب حكيت له راح افضحك. صحيح راح نحكي عنه. بس معنا الاخ محمد الحمايدي من مادبه. تفضل اخوي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على أخوي محمد تفضل. كيفك سيد عمر؟ الله يطول عمرك يا هلا. تحياتي لك ضيوف الكرام. تسلم. بس أنت كمان ما تطرقت له من الناحية كمان الصحية، هل تؤدي لأمراض الإيدز والزهد؟ ألو ألو. طبعا طبعا سامعينك أخوي محمد. يعني صحيح راح نحكي عن هاي، راح نحكي عن الآثار الصحية. أخوي محمد أسألك سؤال. تؤدي الانتشار بالمجتمع. طبعا طبعا يعني راح نحكي عنها الان. اشكرك محمد. في مادبة تشعر بوجود هذه الظاهره بامانه؟ والله ظاهريا لا. مش ظاهره ما دام ظاهريا لا. نعم
طيب أشكرك محمد الحمادي من مادبة، ربما الجانب الصحي أيضا يعني يحتاج إلى إطلالة. يعني إحنا لما نتحدث عن سلبياتها هي خلينا نحكي عن سلبياتها. يعني هي ضخمة. هي حقيقة يعني سلبياتها من كل يعني حتى اجتماعيا فهي سلبية، لا تؤثر على الأسر، تؤثر على تركيبة المجتمع، تؤثر على ثقافة المجتمع نفسه، على إنه الواحد كمان يعني يعتز بمجتمعه، تؤثر على القيم الاجتماعية، تؤثر من ناحية اجتماعية، تؤثر على الأخلاق بشكل عام. إذا أخذناها من ناحية اقتصادية أيضا هي استنزاف لطاقات الناس، يعني في ناس كثير مصروفاتهم ويعني إيراداتهم تروح على هي القضايا، فهي الآن استنزاف بطريقة غير مشروعة ولأشخاص لا يستحقون الحياة حتى حقيقة، لأنهم يعني تفضحوا لأنهم ما عندها أخلاق اللي تخاف عليها. صحيح صحيح. القضية الصحية الآن هو كمان قضية مهمة جدا، أنت الآن يعني لما تتنقل من واحد إلى واحد إلى واحد كذا، فهي حقيقة في يعني أمراض وأمراض وعدوى تنتشر وبشكل كبير، تؤثر أيضا على اقتصاد الوطن، لأنه ممكن تروح على المستشفيات تتعالج وممكن تنقل العدوى من شخص إلى آخر، وهي مصيبة من المصائب حقيقة. نعم. يعني الضبط الصحي منفلت، ضبط صحي ومن اجتماعي واقتصادي. صحيح. ومن كل الزوايا هي حقيقة لا يمكن يكون لها أي مردود إيجابي. طيب خلينا ناخذ اتصال بعدين برجع لك. هل راعيت في تقريرك الجانب الصحي؟ بدنا نشوف يعني. نعم. سالت عنه، استفسرت وين حطيته، خلينا نشوف. معنا الاخ عبد الله من عجلون. عبد الله انت معي؟ مساء الخير دكتور عمر، الك ولضيفك. بعدني ما صرتش دكتور. طيب اخوي عبد الله، مين بتحمل مسؤوليه بعيات لو؟ يلا سمعنا يا سيدي. ان شاء الله بصير بروفيسور استاذ عمر. تسلم. يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بصير كمان من يعني من اعلى لاعلى، واحنا دائما بنحييك الاعلام الاردني النجمي يا سيدي. سؤالي للدكتور زياد وللاستاذ يعني حقيقه بتعرف بالنسبه لبائعات الهواء، يعني موجوده هاي الظاهره في كل العالم وفي كل الدنيا مش في بلدنا الحبيب. نعم. احنا الحمد لله ما زلنا يعني ما زالت عاداتنا وتقاليدنا وحضارتنا موجوده في وبالتالي خلينا نقول انه احنا الحمد لله بلد نموذج على الحمد لله. السؤال يا اخوي عبد الله، السؤال دكتور استاذ عمر. آه. يا سيدي يعني الان في عنا احنا ضيوف عرب واجانب في موجودين في بلدنا. نعم. وخاصه في العاصمه، يعني في العاصمه وفي على مستوى المنطقه العربيه، السوريين مغاربه لبنانيه من غيره من جميعه، فهل يعني كمان انتشار الاخواننا العرب والاجانب في بلدنا لهم زادت من ظاهره بيعات الهواء؟ طيب. في بلدنا. شكرا شكرا عبد الله، شكرا، اجبنا على هذا السؤال وبحثنا. حكينا بداية حلقة للأخ. نعم. وجدنا انه واحدة من الاسباب اللي طورت. نعم. هي من اهم الاسباب. وذكرنا. نعم. انه هي متركزة في العاصمة حقيقة. نعم. يعني نعم. والظاهرة موجودة في العاصمة زي ما ذكر. نعم. المادة ما في حتى حينما شكل بعض من القرى. نعم. القرى اقتضت بهؤلاء حتى يعني القرى اللي بالشمال. نعم. لانه صحيح. هناك في لاجئين وبكثرة. صحيح. وهذا يغير نمط وعادات وتقاليد. نعم. جانب الصحي رحت عليه ولا ما يعني بتشعر بعيات الهواء يعني صحيا هلا هم مش مهتموا بحالهم؟ لا مش سائلين بالجانب الصحي. شو خلص بدور عليهم المال مش فارق عندهم. انا كنت بدي اتطرق يعني المتصل حكى نقطة جدا مهمة اللي هو تدفق اللاجئين. أنا بدي أحكي عن استقدام الروسيات والأوكرانيات. ليش بيجوا على البلد هدول؟ فحصناهم وطبيا وكل إشي. هلا بيجوا استخدام خادمات في منهم، بس بيروحوا بيعملوا في خلينا نحكي بالنوادي الليلية والديسكوهات. طب هي كل الجهات المعنية عارفة إنه هدول راح يعملوا في ليش نستخدمهم؟ طب هدول مش معرضين يكونوا مصابات في أمراض؟ صحيح صحيح. إحنا بدنا نحكي عن هذا الموضوع ونركز. قطعا اللي بتمارس الجنس مع اكثر من شخص مريضه. طبعا. يعني قطعا لا شك. يعني الان هذا يعني واحده من الاشياء الخطره والخطره جدا لازم ينتبهوا لها شبابنا، انه هناك خطر كبير صحي عليهم، قد يظهر اليوم قد يظهر، لكن خطر صحي اذا انفلتت الظاهره طريقه او باخرى. نعم. صح حمزه؟ طبعا. امراض خطيره. نعم. يعني ولذلك حتى الدول اللي فيها هذه الظاهره نظمتها من اجل هذا الجانب ربما. صح دكتور زياد؟ بدي انا الان يسمع المجتمع واللي بيسمعونا والشباب خطر هذه الظاهره صحيا، ليش توصلنا ممكن لا 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 تفضل سيدي. هو الان الامراض انتشرت وبطريقه كبيره جدا وامراض خطره جدا. نعم. وتنتقل من خلال الاتصال. آه. الاتصال حتى يعني امراض ما فيش لها علاج، يعني منها الايدز ومنها امراض الايبولا والألف. آه. كلها تيجي من خلال وفي عندك امراض الزهري وما شابه يعني امراض الجنسيه، فهي امراض خطره وعلاجها يعني اذا واحد اصابه هاي الامراض عسير بعض وفاضح عسير وفاضح وقد لا يعني مش برجو شفاء وبعض الامراض منها. فحقيقه اللي تمارس الهوى مع اكثر من شخص فهي 90% من يعني واكثر من يعني زي ما ذكر. نعم. انه مش مهتم بصحتها. فانت كشاب يعني مقبل على الحياه ومقبل بفئه الشباب
فانت ليش تدخل حالك بهيك متاهه؟ صحيح. وانت تدخل يعني اجتماعيا تصبح يعني موسوم بالعار لو يعني مسكوك الناس او سمعوا عنك، فوصم عار وايضا صحي واقتصادي، وبتدمر مستقبلك وتدمر اهلك وتدمر من اجل شهوه حيوانيه تذهب في لحظتها. نعم. فلماذا لا نذهب الى الزواج اذا كنا قادرين، الى الصوم، الى الصلاه، الى الاخلاق الحميده، نبتعد عن هاي الشهوات اللي يعني اللي هي لحظات وانيه وتذهب. نعم. فيعني نترفع بذلك، نحفظ اجسادنا ونحفظ اهلنا ونحفظ بيوتنا بعدين. فحقيقه الرساله للشباب كلهم، انت فرد تعيش من ضمن اسره، من ضمن مجتمع، فاذا انت مش همك نفسك خلي همك الاخرين. صحيح. امك، ابوك، اخوك الكبير الصغير، بلاش تدمر حياتهم. نعم. من اجل نزوه وشهوه حقيقه هي قد تكون لا يعني اذا وصم فيها الانسان صعب صعب صعب. نعم. وصمه عار يعني ربما طويلة. ايضا دورك حمزه تسمعنا انه في بعض الشباب مسكتهم الأجهزة الأمنية وموجودين وكانوا يعتقدوا أن أنفسهم محترمينهم وأسرهم ووصلوا أسرهم لهذه المرحلة. يعني حابين نحكي أيضا عن ملاحظاتك بهذا الجانب وننصح الناس. نعم. إذا بدنا نحكي عن جانب إلقاء القبض على الشباب، الأمن العام حول 79 قضية أدار. نعم. خلال من بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي، وتم تحويلها 373 شخص إلى القضاء. هذا رقم مش البعض سهل. البعض بيحكي إنه هذا الرقم قليل، لا لا، هذا رقم مرتفع جدا. شو 113 بائعة هوى في عمان. نعم. يعني هذول رقم عالي. هلأ إذا بدنا نحكي عن الشباب اللي بروحوا بيسووا هاي الشغلات، هل إشي برجع لهم؟ إحنا بالنهاية عنا بدنا برامج توعوية لتوعية الشباب اللي بيروح يسوي هاي الرذيل وهاي، يروح على بلاد برا. إحنا بدنا نسلط الضوء على هاي الظاهرة. إحنا ليش بدنا نضل خايفين؟ نعم. صح ولا بدنا نحكي؟ نعم. إحنا بدناش لا يروح برا ولا يروح جوا. جوا. نعم. بده ما يفكرش بهذه الآفة الكبيرة. يتمسك بالقيم والأخلاق. اللي ممكن هي أصلاً تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا. بالعكس إحنا بنطالب الآن. يعني تتنافى مع الإنسانية. نعم. الإنسان. نعم. يعني بجزء أهم التوصيات اللي ممكن نطلع فيها من هذه الندوة المصغرة، التشريعات يا جماعة الخير. نعم. يا مجلس النواب، يا نوابنا، يا حتى الأمن العام لازم ينسب الحكومة تكون على إدراك إنه إحنا بحاجة إلى تشريعات تحمي شبابنا ومجتمعنا بطريقة أو بأخرى. لكن مع ذلك إحنا كمان منطمن الناس، حتى لو تحدثنا عنها مشكلة وليست ظاهرة، يعني إن شاء الله يعني تم حصارها. إحنا مجتمع نبقى محافظ في النهاية، مجتمعنا بخير رح يردع مثل هذه. لا هو شوف أنت يعني ما تقدر تعتبر أن الأردن يعني هاي الظاهرة فيها أو هاي المشكلة فيها مشكلة كبيرة ومشكلة. أنت لو تشوف المجتمعات العربية الأخرى. نعم. هذيك فعلا عندهم يعني هاي الظاهره وبطريقه منظمه وبطريقه مصرح فيها كمان. صحيح. لكن احنا ولله الحمد يعني لسه بلدنا محافظ في بدايته، والظروف انا اؤكد لك انه الظروف هي اللي يعني ادت الى هاي التغيرات الاجتماعيه اللي حاصله. وبالنتيجه احنا لازلنا كمان يحكي عنهم بالشوارع بالليل بعد الساعه 12، يعني ما في شيء ثابت. يعني ما بتروح على موقع بدك تصير تدور بسيارتك. لا في مواقع ثابته. واذا في مواقع ثابته هي مش معروفه، لانه يعني لا يستطيع انه حتى نعاقبها اجتماعيا، لا يستطيع انه يجاهر فيها. صح. لكن بعض الدول الثانيه لا، المكان الفلاني فيه كذا والمكان الفلاني فيه كذا. انا بدي اشكركم يعني لا. الوقت انتهى. الدكتور زياد الحجاج استاذ علم الجريمه والاجتماع، علم الاجتماع والجريمه في الجامعه الاردنيه، شكرا لك دكتور. ربما اتحفنا اليوم بكثير من الاراء المتعلقه بهذه الظاهره المقززه، الظاهره القبيحه والجريمه. وايضا الاستاذ حمزه دعنا الصحفي في جريده الغد صاحب التقرير المشهور الذي كان كما فهمت منك هدفه ان نسلط الضوء على مشكله حتى تعالج. ابدا ليس من اهدافنا ان تشيع الفاحشه في مجتمعنا. في نهايه هذه الحلقه أؤكد أننا هنا في قناة اليرموك في برنامج استوديو يرموك أردنا من وراء هذه الحلقة أن نقول أن هذه ظاهرة مرفوضة، ظاهرة نتمنى أن لا تصل لمسمى ظاهرة ولا أن تكون جبرية ولا أن تصل إلى أي مرحلة من مراحل مسمى ظاهرة. هي مشكلة، لكنها مشكلة تحتاج منا جميعا إلى موقف. الدين يحرم ذلك، وأنت تخالف الدين إذا ما أقبلت على هذا الأمر. نتمنى على أسرنا أن تقوم بدورها الفاعل الحقيقي في مراقبة الأبناء في ربما من شتى الأعمار. لابد أن نراقب حتى اتصالاتهم الإلكترونية. لابد أيضا على الدولة وعلى مجلس النواب وعلى الجميع أن يعيد النظر في إنتاج تشريعات تكبح جماع هذه الظاهرة وتبقيها في حلقتها الضيقة التي ربما يعني معتاد عليها في المجتمعات. لكن أن تخرج عن ذلك يعني مسألة خطيرة جدا. أردنا من وراء هذه الحلقة أن نحذر أنها ظاهرة مقززة صحيا وأن لها آثار كبيرة، أنها متابعة أمنيا وبالتالي قد تلحق بمن يفعل أو يتابعها أو يتعامل معها أيضا الوصمة والعار. أقول لكم تصبحون على خير ويصبح الوطن إن شاء الله على خير، وأن تتلاشى كل
مثل هذه المشاهد المؤلمة التي شاهدناها، هذه التي شاهدناها في التقرير، أتمنى أن تزول عن مجتمعاتنا، ولن تزول إلا بوعيكم وإصراركم وإيمانكم ودينكم وقيمكم وعاداتكم وتقاليدكم. نحمد الله، نحن في الأردن مجتمع محافظ، مجتمع لا زال يتمسك بقيمه وعاداته وتقاليده ودينه، وهذا ربما هو الحصانة الأولى والأخيرة لنا، علينا أن نبقيها وأن نتعايش معها وأن نجعلها ديدنا في كل لحظة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.